ما عنديش لبس، دي الكلمة الشهيرة اللي الحقيقة كلنا بنقولها، اللي أنا واحدة منهم. بنبقى واقفين قدام الدولاب أو الدريسنج عندنا لبس كتير جدا، بس بنقعد نقول ما عندناش لبس. طيب خليني أقول لكم إن الفقرة دي بقى، يعني هي الفقرة هنعرض على حضراتكم لبس خطير جدا جدا جدا، بس الفقرة دي أنا بالنسبة لي هي فيها هدفين. أول هدف طبعا إحنا نعرض لحضراتكم لبس حلو وجميل، لأن طبعا الأسعار غليت جدا 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 في ظل الغلاء اللي احنا فيه والمولات بقت غالية. فلقيت حاجة لطيفة جدا الحقيقة على سوشيال ميديا، لقيت عيلة جميلة جدا جدا عاملين، هم عملوا براند مصري ليهم وبقى حاجات صناعة مصرية 100%. مش هطول عليكم عشان عندي كلام كتير وعندنا اوتفيت كتيرة جدا هنشوفها مع حضراتكم. خلوني ارحب الاول بالاختين الحلوين اللي انا بحبهم جدا بجد على قلبي، نفس اسمي، نرمين نشأت. اهلا بك يا نرم. هقولك نرمو بقى. نرمين نشأت ومرنا نشأت، اهلا بك. هرحب عليكم بطريقتكم. هلو هلو. وبصوا بقى، هيا بنات. هيا عاملين ايه؟ كله حلو تمام الحمد لله. انا فخوره ان في بنات مصريات بجد ما شاء الله عليهم عاملين براند مصري، الماتيريال حلوه، الشكل والديزاين حلو جدا. هبدا بقى طبعا الكبيره بقى، يعني طبعا مش يعني بقى. يعني ليه قلتي ممكن ما كانش حد يعرف يعني؟ طب هقول لك على حاجه. لا ثانيه واحده، انا هقول لك على حاجه. احنا هنشوف اول اوتفيت بعد كده نرجع نتكلم. بيلا بقى مع الموديل الجميله. بيلا اتفضلي. ايه الجمال والحلاوه وايه الحاجات الحلوه. انا عيني سامعه معاك ومبسوطه. لا وانا انتوا عارفين انا عاجبني في الشتاء السنه دي ايه، يعني ودي تقريبا ما شفتهاش عند حد كتير تقريبا، هو انتوا اكتر ناس الالوان لسه راح اقول لك. بحب قوي الالوان انا ومرنا. أيوة. بنعشق الالوان والاختلاف في حته ان احنا لا نخرج بره، ان الشتاء اسود وبني وكحلي والربان والحاجات الهاديه. عشان في ناس لا بتحب الالوان دي، بس لا قلنا يعني نمشي مع الترند السنه دي اللي هو بقى الجرين والأورنج والألوان دي طلعت من الصيف. فإحنا بقى إيه كملنا بقى معاها كده في الشتاء. طيب سؤال بقى، يعني جت لكم منين الموضوع يعني إن أنتوا عيلة تعملوا كل حاجة؟ فدي حاجة حلوة جدا على فكرة، وده بقى رسالة. لا بجد انا هختصرها في حاجة. بصي احنا طول عمرنا من واحنا صغيرين واحنا متعلقين ببعض، يعني سبيشلي انا ومرنا، يعني انا ومرنا. انتوا ولد بنتين؟ بنتين بس ولد. بنتين ولد. لا ومعانا كمان معانا فادي اخونا دلوقتي، يعني احنا فاميلي فعلا. بنوجه له تحية طبعا. انا ابتديت كده مع نفسي، بعدين مرنا ما تسيبك، هي كانت بنك، ما تسيبك من البنك بتحتاج مثلا مساعدة، يعني دايما بنعتمد على بعض. مثلا هي محتاجه حد يساعد، طب انا ليه مثلا اروح لحد غريب؟ طب ما مرنا ما تيجي. بالظبط فاهمه قصدي. فابتديت ان انا اسحب مرنا. جوزي بصراحه سبورت جدا في النقطه دي. لا انا نفسي بشكره بجد. والله بجد. ما تقلقيش وروحي ايوه مش ما كانش بيخوف مثلا، طب انا عايز اعمل كذا، طب اتس اوكي يلا. ما كانش بيخاف ان لا دي كده احنا خلي بالك. ان احنا كمان طبعا ان انتوا كنتوا اوريدي في اشغال ثابته وفي مرتب ثابت واشغال حلوه جدا. طبعا احنا في دكاتره وفي يعني ما شاء الله. لا اتش ار مانجرز مهندس عيله كبيره. شغل لا خدتوا ريسك برضو، يعني خدتوا كبير. بس احنا خدنا ريسك في حاجه بنحبها. خدتوا ريسك في حاجه بتحبوها وعملتوا ما شاء الله، عملتوا حاجات حلوه. دي رساله لكل بقى الناس بجد اللي بتتفرج علينا وتحديدا الرجاله. ايوه ارجوكم. لا وبعدين بنلاقيهم والله قاعدين على القهاوي وعلى ما فيش شغل. طب يا جماعه اهم، وعلى فكره كانت البدايه صغيره جدا جدا خالص وما شاء الله بقيت. ايوه دي حقيقه فعلا حاجه صغننه، بس مع بعض كده بنساعد بعض الموضوع بيكبر معانا. طيب لسه مكملين كلام، بس بيلا مشتاقه. ايوه احنا نفسنا متحمسين. انا هسيب الورق. بصي بقى دي كلمتك. بصي بقى ده انا هسيب الورق خلاص، انا مش هتكلم بقى من الورق ده. ايه بقى ده
بصي ايه الحلاوه دي؟ هو البافي جاكيتس طلع معانا من الشتاء اللي فات، بس كانت اللي هي الصغيره القصيره، فلا واحده واحده خدناها للي هو لحد فوق الركبه بشويه، طويل شويه كده. السنه دي بقى هجم علينا في البراندات الكبيره اللي تحت الركبه، فلا طب ما تيجي ناخد الريسك ونعمل، ونعمل بالوان مجنونه بجد. وهمي انت معاكي كوت في شكل بافي، يعني احنا متعودين على الفرنش كوت اللي هو الجوخ السامبل اللي هو الاوفر سايز والالوان بتاعته البيج وكده، بس زي ما انت شايفه حلوه قوي على بنطلون، حلوه قوي على سكيرت، على سكيرت حلوه قوي على يعني على كذا اوتفيت، يعني حلو محجبات وحلو غير محجبات طبعا. فيعني جات لنا الفكره من هنا، وبصراحه لما تنفذ خطير. طيب